الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، من الصف الثاني باء بمدارس التربية الأهلية بالخبر نقدم لكم استراتيجية الكرسي الساخن ودرس الحاسوب، والطالبان فراس هيثم وعزام مطلق. ومع السؤال الأول والطالب ياسر الحرثي. أين كان يتجول أحمد وأبوه؟ السؤال موجه إلى فراس. تجول أحمد وأبوه معرفاً لأجهزة الحاسوب. خلي المايك بعيد عن فمك شوية، رجع. أيوة بعيد شوية كمان، اتكلم بقى. صار أحمد وأبوه معرفاً لأجهزة الحاسوب. السؤال الثاني، تفضل يا أمير. المايك يكون بعيد عن الفم. أين تعرف أحمد على طريقة استخدام الحاسوب؟ أشكرك يا عبد الرحمن على الانتباه الجيد، ما شاء الله أشكرك. السؤال موجه إلى عزام. تعلم أحمد استخدام الحاسوب في المدرسة. أحسن. السؤال الثالث أنس، تفضل يا أنس. أراه يلعب وغير منتبه مثل سعيد. تفضل. شاشة الحاسوب، ما فائدة شاشة الحاسوب؟ تعرض الرسومات والمعلومات. أحسنت. السؤال الرابع محمد والآن عبد الرحمن. طب تفضل. هذا السؤال الخامس. السؤال الرابع مع محمد، عشان كده منصور متأكد. هيا محمد، كيف تدخل؟ هكذا. كيف تدخل المعلومات إلى كيف تدخل المعلومات إلى جهاز الحاسوب؟ مع من؟ مع عزام. تدخل المعلومات إلى جهاز الحاسوب عن طريق لوحة المفاتيح. أحسنت. تفضل يا عبد الرحمن. السابع. ما فائدة الشاشة؟ ما فائدة؟ سؤال الخامس. مرة أخرى. ما فائدة جهاز الحاسوب للإنسان؟ ما فائدة جهاز الحاسوب للإنسان؟ أنه يحسب ويرسم ويرسم كثيرا من الأشياء ويقدم كثيرا من الأشياء. تفضل يا عبد الملك. ياسين، تفضل يا ياسين. ماذا تمنى أحمد؟ تمنى أحمد أن يمتلك حاسوبا متطورا. أحسنت. السؤال الأخير نواف. وعد الوالد أحمد بعد نجاحه؟ وعد الوالد. خلي المايك بعيد عن فمك شوي. وعد الوالد بأحمد بعد نجاحه أن يشتري له حاسوبا. أحسنتما، أشكركما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.